نظمت الجالية المصرية في العاصمة اليونانية أثينا تظاهرة للتعبير عن الدعم لمصر ولسيادة القانون وأحكام القضاء ورفض أي محاولة التدخل في الشأن المصري الداخلي. سيسي سيسي احنا معاك، كل الشعب المصري وراك، كل الشعب المصري وراك، كل الشعب المصري وراك، كل الشعب المصري وراك. مصر تحيا مصر، مصر مصر تحيا مصر، مصر 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 تحيا مصر، مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر تحيا سامي رياض مصري بحب بلدي وموجود هنا عشان نشجب أي تدخل في سياسة مصر. قرارات المحاكم لازم تحترم من المصريين ومن الأجانب ومن أي حد، عشان كده أنا موجود هنا. طبعا واقفين لأن احنا مصر تعرضت لهجوم في مؤتمر شرم الشيخ وتعدوا على السيادة المصرية وعلى القضاء المصري. مصر دولة ذات سيادة، مش لا ما نسمحش لأي حد أنه يتدخل في الشأن الداخلي لينا، وإن احنا هنا عشان نشجب ونحتاج على ما حدث في شرم الشيخ. عمرها ما اعتدت على حد وما نحبش حد يعتدى علينا. احنا دولة قوية وفوق كل الظروف هتعدي وتعيشي وتبقي يا بلدي جامدة قوية صامدة عافية مهما تجيب الريح وتودي. رح نعبر بيكي ونعدي على بر الحرية يا بلدي، مسلم ومسيحي ايد واحدة نعلن للظلم تحدي. تحيا مصر. احنا رافضين اي تدخل، لا انجلترا ولا امريكا ولا اي حد يخش في الشأن الداخلي للإفراج عن أي معتقل سواء معاه جنسية غير مصرية أو معاه جنسية مصرية. نعم للسيادة المصرية، نعم للسيادة المصرية، نعم للسيادة المصرية، نعم للسيادة المصرية. يحيى مصر الخاين علاء، يسقط يسقط الخاين علاء، يسقط يسقط الخاين علاء، يسقط يسقط الخاين علاء. يحيى مصر سيسي احنا معاك، كل الشعب المصري وراك، كل الشعب المصري وراك. سيسي يا سيسي احنا معاك، سيسي يا سيسي احنا معاك، كل الشعب المصري وراك، كل الشعب المصري وراك. مشاهدينا الكرام، على شاشة قناة القاهرة الإخبارية هنا من وسط العاصمة اليونانية أثينا ومن أمام مقر الأمم المتحدة هنا في أثينا، ينظم أعضاء الجالية المصرية احتجاجا على ما حصل في شرم الشيخ من تطاول على القضاء وعلى السيادة المصرية. تظهر وتوصل الرسالة إلى الأمم المتحدة أن السيادة المصرية خط أحمر لا يمكن أن أحد يقترب منها. بنعبر كجالية مصرية عن آراء الشارع المصري موجود هنا بالرفض التام لأي تدخل في السياسة الداخلية لمصر. في اعتقادنا أن الدول اللي بتدافع عن أشخاص ذات ميول عدوانية أو ميول إرهابية هي بالفعل دول راعية للإرهاب ومنسقة من أكبر المنسقين ليه. هذا كان كل ما لدينا مشاهدينا الكرام من وسط العاصمة اليونانية أثينا، حيث نقلنا لكم الوقفة الاحتجاجية لأعضاء الجالية المصرية في اليونان أمام مقر الأمم المتحدة هنا في أثينا للاحتجاج على التدخل السافر في الشؤون الداخلية لمصر. كان معكم عبد الستار بركات من أثينا.
نموت نموت ونحيا. وهكذا مشاهدينا الكرام نقلنا لكم الوقفة الاحتجاجية لأعضاء الجالية المصرية هنا في اليونان أمام مقر الأمم المتحدة للاحتجاج على ما قامت به من تدخل سافر في الشؤون الداخلية المصرية. كان معكم عبد الستار بركات من العاصمة اليونانية أثينا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام على شاشة قناة القاهرة الإخبارية هنا من وسط العاصمة اليونانية أثينا، حيث ننقل لكم تنظيم الجالية المصرية هنا في اليونان لوقفة احتجاجية.